السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير بخير اخويا، لاباس عليك. في الماتش ديال غدا ان شاء الله؟ ان شاء الله ما كاين الربح، ما كاين الربح. المغاربه كلهم مجندين وحنا تابعين السيليكسيون وتابعين المغرب، وما كاين الربح ان شاء الله. والجد كلشي المغاربه مع المغاربه ان شاء الله. شوفوا الاخوان اللي معنا، شنو بالك الماتش ديال كرواتيا؟ شحال التوقع ديال النتيجه؟ الله تكون 2-0 ان شاء الله. حكيمي ان شاء الله يكون في مقابله جيد، المزراوي ان شاء الله، اللعابه كامل نتمنوا يكونوا في المستوى ان شاء الله. ودكلاكي الحماس زيد دكلاكي بغى لنا يبان على اللعابه ان شاء الله. ان شاء الله الماتش مع 11، انت معايا تتفيق؟ انفيق اخويا مع 8 الصباح. وعلى الخدمه راه ما كاينش من كاين الخدمه على قبل المنتخب، باش نسبورت المنتخب ديالنا وديما مغرب وديما مغرب. انا شايف ان شاء الله ان المغرب حتكسر الدنيا ان شاء الله، واحنا كمصر طبعا ما رحناش كاس العالم، بس المغرب وتونس يعني اكن مصر راحت ان شاء الله. We know for sure that Morocco will win tomorrow. And it will be a good match for all of us. We are very excited. I think win. Morocco win. عندهم équipe مليحه شابه، كان عندها لي غران جوور. Il faut y croire. Et puis, هذا العام je pense que c'est la bonne. عندهم l'expérience et ils vont réussir, Inch'Allah. عندنا الجول ولا ديفونس ولي زيليي، عندنا لاتاك، غادي ان شاء الله نربحوا 3-0 سي غودو. ان شاء الله المغرب غادي يربحوا 3-0 ان شاء الله، وديما وداد، وكنتمناو من اللعابه الزراوي الله يداوي الوداد الرجاء كاع الكلوب ديال المغاربه كلشي مشجع المغرب. كنتمنوا ان شاء الله المنتخب المغربي يفرح ويفرح جميع الامه المغربيه ان شاء الله، وتكون النتيجه كما الشعب المغربي فرحان ان شاء الله، كما كانوا جميع الدول العربيه ان شاء الله. المغرب 3-0 ماتش ديال غدا ان شاء الله، المغرب غتربح ان شاء الله، غتفرحنا غتفرح جميع الجمهور المغربي. الحمد لله 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله غدا 2-0 ان شاء الله، مربوحه ان شاء الله. ان شاء الله حمد الله يضربها بالراسيه كيف ديما. المنتخب راه داير شي حاجات العام ان شاء الله، كونوا هاني. ان شاء الله تكون مفاجاه زوينه، والماتش ان شاء الله راه مربوح غدا. تبارك الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام خويا، ديما مغرب ان شاء الله غنجيبوها من تما ان شاء الله باذن الله. شوف السعوديه كيعيدوا قبل منا بنهار، كيصوموا قبل منا بنهار، وربحوا اليوم قبل منا بنهار، غدا راه غنربحوا كرواتيا حنايا صاحبي، قطع الفتش ان شاء الله ما يكون على الخير ان شاء الله، ونربح. وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب.